انه يتحرك كده وياخد اماكن قدام ال 18، محمد زيدان قدام المنطقه لابو تريكه، يا ولد يا لعيب، يلا يا صلاح، هي بقى الجول الاول، جول 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 يا ولد يا ولد. الهدف الاول محمد زيدان عشان يجيب تاني اهدافه في اخر ثلاث لقاءات لمنتخب مصر، انما الحكايه من اولها حلوه، تمريره ابن ابو تريكه بالسم وعلى طول محمد صلاح يحطها لزيدان، يقول لك دي بس، انما بيرجع لورا الديفندر الصريح بتاعهم ايلوبي يا ميسي، وادي رياكشن كده، ادي التمريره، انفراد في منتهى الخطوره، مش ممكن بقى، ده اسمه كلام، بقى ده اسمه كلام، قاعدين جدا من الصبح، مش ممكن. هلاري مومي الجهاز الفني كان لازم يكلم اللعيبه، الراجل ده اقتحم ثلاث اربع مرات على دفاعات منتخب مصر، وادي زكي عبد الفتاح لسه قايم رسمية الأخيرة، واحد في تصفيات كأس العالم أمام موزمبيق، والنهاردة هدف أمام أفريقيا الوسطى. هجمة مرتدة في منتهى الخطورة من بره يا حجازي، من بره يا حجازي، اتعامل معاه، خطيرة، مش ممكن، مش ممكن، بقى ده اسمه كلام، بقى ده اسمه كلام يا جماعة. الهدف الثاني هلاري مومي، إيه الراجل هلاري مومي ده؟ مش ممكن الأجوان دي، هدفين ليه هلاري مومي من نفس الأخطاء الساذجة داخل ال 18، يعني الراجل ده مين يمسكه؟ ننزل احنا نمسكه؟ مش ممكن الجون الثاني ده، 2-2، منتخب مصر بنتيجة غريبة جدا. إن شاء الله لمبت، نتمنى السلامة لكل اللعيبة اللي موجودة، سواء لعيبة منتخب مصر، وادي الراجل كده بيفوق نفسه، ده هيكسر القايم ولا إيه؟ بقى ده واحد كان مصاب، يلا يا عم، إدى واحدة للقايم، مش ممكن، بيقول لهم أنا موجود أهو وأنا فايق وأكمل اللقاء. عموما 8 دقايق وادي واحده للقايم الثاني، يعني بنشوف كده، يعني مشهد، هيبقى النهارده مشهد اللقاء اللي بيعمله الحارس ليمبت اللي قدام، تيجي في جمال حيمودي حكم اللقاء الجزائري، حلوه التمريره، يلا بقى اسند صلاح، الثاني يا صلاح، الثاني يا ولد، يا ولد يا ولد يا محمد يا صلاح، جول جول جول، حلوه التمريره، حلوه الحكايه من اولها، لعيب لعيب يا محمد يا صلاح، جميله جميله، جون مع اول دقيقتين هيفرق معانا كتير، انما الهدف الثاني لمنتخب مصر، زكي عبد الفتاح وبرادلي وضيا وكل الجهاز الفني عشان يسجل لنا محمد صلاح. من احداث اللقاء التعادل 2-2، منتخب مصر تقدم المرتين، خطيره، مش ممكن، مش ممكن، بقى ده اسمه كلام، ايه يا جماعه التهريج ده؟ مش ممكن الجون الثالث، الجون الثالث لمنتخب افريقيا الوسطى، 3-2، مش ممكن، مش ممكن، غصب عن الواحد بيقول كلام كانه قاعد في المدرجات بيتكلم، اخطاء دفاعيه مش ممكن لمنتخب مصر النهارده، بيسجل الهدف الثالث منها منتخب افريقيا الوسطى، 3-2، 3-2 عن طريق رقم 10 فوكسي كيدفو.